هذا يسأل عن الكتابة في المصحف، الكتابة في المصحف تكتب في الهامش تفسير الآية أو تكتب فيه ما يؤخذ من الآية من الفوائد؟ لا، المصحف يجرد، المصحف يجرد ما يكتب فيه شيء. وإذا أردت أنك تكتب شيء اكتبه في دفتر خارج المصحف، لئلا يختلط كلام الناس مع كلام الله سبحانه وتعالى. ربما يجي واحد عامي ما يدري ويحسب الكتابة لي من القرآن. فالمصحف يجرد ما يكتب معه شيء. نعم.